بسم الله الرحمن الرحيم. وياكم عبد الرحمن عبد القادر، لاعب منتخب قطر احتياجات الخاصة، مشارك في 3 ألعاب: دفع الجلة ورمي الرمح ورمي القرص. في البداية ما كان عندي فكرة نادي احتياجات الخاصة، وعن طريق الصدفة دكتور محمد عزولي شافني وقال لي إن في نادي مختص للألعاب الاحتياجات الخاصة، ومع الوقت بديت مع رياضة ألعاب القوة. في البداية هي اللعبة الوحيدة اللي كانت متوفرة في ذاك الوقت، وأنا حبيتها واستمرت عليها. من الصعوبات اللي واجهتها في البداية، أدائي ما كان جيد مع التمارين والتمارين الشاقة، ومستواي تحسن وحققت أرقام أفضل، وفي النهاية مع التمرين جبت ميدالية آسيوية في دفع الجلة. إحساس إني بشارك في الدوحة في بطولة العالم إحساس جميل، وهذه يخليني أعطي كل شيء عندي لأحقق ميدالية في بطولة العالم في بلادي. وأنا أتمنى رفع اسم بلادي وأحقق ميدالية ذهبية، وأتمنى بقية اللعيبة يحققون ميداليات وأرقام جيدة. والبطولة تؤثر على جميع دول احتياجات خاصة في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي بأكمله، ويزيد وعي الناس لرياضة احتياجات خاصة، وتركز كثيرا على الرياضيين. وبطولة العالم لألعاب القوى ستتحدى المستحيل.